الحقيقة الذي قال بأن رمضان شهر ليس فقط للعبادة، وإنما إذا شئت نقول لعبادة شاملة. ما هي العبادة الشاملة؟ هو العمل الصالح، هو الثقافة، العلم، التعبد، يعني كل هذه الأشياء تجتمع في رمضان. وأنا أتذكر دائما عبارة قالها ذات يوم المفكر المغربي عبد الله العروي، أنه عندما كان شابا ماذا كان يفعل في رمضان؟ كان يقرأ مقدمة ابن خلدون. الواقع أن كثير من الناس يفضلون شهر رمضان ويستغلونه من أجل توسيع مجالات القراءة المختلفة. فبالإضافة إلى مثلا أنا شخصيا، بالإضافة إلى قراءة ما تيسر من القرآن الكريم ومن الاستماع إلى بعض الأحاديث واستذكارها، هناك كثير من الكتب الثقافية، التاريخية، الاجتماعية، السياسية، مقالات أيضا، مقالات خاصة المقالات التي تعالج الوضع الحالي للمغاربة وللإنسانية جمعاء. فرمضان هو مناسبة إذن ليس فقط للصوم، وإنما أيضا للصيام عن الجهل، لا يبقى الإنسان في خانة الجاهلين. ولكن ما لفت نظري هذه السنة بالذات، يعني منذ بعض سنين، ولكن هذه السنة، أن بعض الجرائد الورقية وبعض الجرائد الإلكترونية دخلت هذه السوق، سوق الثقافة الرمضانية، أنها تنشر بعض الكتب على حلقات من أجل تقريب، أو من أجل أنها تساعد المغاربة على الخروج من، لا أقول من الكسل، وإنما من عملية التعامل مع الكتاب. لأن التعامل مع الكتاب ككتاب كامل، مثلا عندما أخذ هذا الكتاب ككتاب كامل، يصعب علي في 400 صفحة، يصعب علي أنني أقرأه يعني مرة واحدة أو أستمر في قراءتي حتى أتممه. ولكن عندما أقرأ على حلقات، يمكن جدا، لأن الحلقة لا تتجاوز 2000-2500 كلمة، وبالتالي فالإنسان قبل المغرب أو في الصباح أو في الظهر أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر يستطيع أن يقرأ ما تيسر له من هذه الحلقات المنشورة. وهو ما فعلته مثلا هذه السنة جريدة الإسبريس الإلكترونية، أنها تنشر كتابي هذا عبد الكريم الخطابي على حلقات، عبد الكريم الخطابي التاريخ المحاصر على حلقات. وأعتقد أن لهذا النشر أصداء طيبة. أولا أننا نعرف ردود فعل القراء، نكتشف من خلال هذه الردود توجهات الرأي العام المغربي. فهناك من يتعطش إلى المعرفة، وهناك من لا يؤمن بالمعرفة ولكن يؤمن بآرائه، فكل ما يخالف رأيه فهو باطل. وهناك من له رغبة في النقد وليس في الانتقاد، في النقد، يعني يقدم أشياء مفيدة للقراء. هناك كتاب رائع، لست أدري هل هو منشور أو غير منشور، لأن لم يسبق لي قرأته إلا هذه السنة من خلال إسبريس، وهو كتاب زميل والصديق الكبير الأستاذ بوتبقالت عن الاستعمار والأمازيغية. معلومات رائعة وتحليل أروع من قبل باحث، يعني يمكن أنك في خلال 30 يوم أو 29 يوم أو 25 يوم تقرأ كتابا كاملا، يعني وبتمعن. ثم هناك كتاب أو حلقات أخرى تنشر لمحمد أمين المشبال حول سنوات الجمر، عن السجون المغربية في أيام الحركات اليسارية المتشددة أو المغالية، وكشف أشياء مهمة جدا. أنا أعتقد أن إذا كانت هذه الحلقات ليست منشورة ورقيا فهي منشورة الآن في إسبريس ولن تزول، ولكن يا حبذا كذلك أن تنشر ورقيا. وأنا أوجه كلام إلى
الأستاذ مشبال وإلى الذين يستطيعون يساعدوه على نشر هذه الحلقات. هذا شيء جميل جدا 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 جدا. أنا شخصيا يعني مش اكتشفت، وإنما نبهني إلى أشياء وبين لي أشياء أخرى أنا لم أكن أعتقدها. لا أستطيع أن أقول كل شيء يعني ماذا بين لي، ولكن الذي يقرأ هذه الحلقات التي تنشر في إسبريس من قبل يعني من طرف أو من قبل المشبال سيكتشف أشياء مهمة في تاريخنا المعاصر. وهناك كذلك سلسلة من المقالات تصل يعني ربما ستستمر إلى نهاية شهر رمضان المبارك تحت عنوان عيون الماء. إذن هناك مجموعة من الكتابات التي تنير أو التي تضيء عتمات، لأن للأسف يعني كانت هناك سيطرة الأخبار، ولكن اليوم المغاربة يستطيعون أن يعيشوا ليس فقط مع الأخبار وإنما مع التحليلات، مع حلقات دراسية، مع كتب، يعني مع الثقافة في مفهومها الشامل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.